حكم ان ابو ما اختار سؤال ديني. ايش فيكم تضحكون؟ عادي بس ادفع انت جائزه كراحه 1000 ريال حواله فوريه. اي خلاص حول الفلوس اللي يقول ممتاز 1000 ريال السؤال نسيت دقيقه بذكر تضحك دقيقه بس بدوره واجيكم. السؤال يقول من آخر من توفى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ دقيقة لا جاك الجواب. هاي بندر أرفع إلى جاك الدور. هاي بندر من توفى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عايش متأكد؟ الزوج زوج الحلايا حلايا وفعل ما هو فعل وافل صوت. ها ايش فيك انت تشول بيدك تقول ناك تمعك. ها هاي عايشه. لا يا شيخ لا يا شيخ بالله عليك عايشه. هيا انطم رح للبيت وقف دقيقه. وانت يا بدر ويش طيب بدر وش اللي خديج غلط. ما هو بغلط. خلنا نشوف. طيب غازي ما يقول غلط يعلم يقول الاجابه اكيد وانت ايش تقول غلط؟ كايد وش تقول؟ ها؟ ماريا القبطيه. سعيد مخلد ما اعرف الجواب. انت تعرف الجواب؟ في بالي يسب بس عادي اقول ولا بقول؟ قل يمكن حالفك الحظ. ام سلمة. الف مبروك يا سعيد. الف مبروك 1000 ريال. هذا سؤال بس هذا سؤال بسيط ما اخر من تزوج من زوجات توفى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة. الف مبروك لسعيد. يا بندر تدير عيونك تقول كبوريات ما تجاوب اذي بالله لو ناقه حالي ناقه مجي ناقه معشر ناقه بديك تعرف انت يا مخلص. ها الرجال اللي قارن السؤال ويسالنا اخطا فيه ما بحنا انت مالك لزوم.